داوينا ومسامين بينا، ماشي باخلينا ولا شي حاجه. كان شي حاجه كيوقفوا معانا، دينا الكلاكاش كيوقفوا معانا، كل شيء كيوقفوا معانا، الدريات اللي عمرضها لا الطبيبه ولا البنات ولا كل شيء. الحمد لله والشكر لله. هي لقيت مريم الطبيبه استقبلتني، الدريات استقبلوني بخير، بديت كنستافد. اول مره مشيت عندهم داروا لي الحصه الاولى. كنتي كديري النوب الاولى؟ في جنان الزيت الاول الكلينيك ديال خلص. ودابا هنايا مزيان؟ دابا مزيان الحمد لله. تفكيتي من الخلاص ديالك؟ تفكينا من هذيك 12000. كنتي تخلصي 12000؟ 12000 الحصه. كنت كندير ثلاثه. وهنايا جيتي هاد مصحة الامل؟ مصحة الامل راه عمرها دار 100 درهم. مؤسسة الامل؟ مؤسسة الامل راه عمرها دار 100 درهم، ومتهمين الدريات ودريفات راه عمرها دار. وعاش الملك. انا في 2017 اكتشفت بانني مريضه بالنسبه، مشيت غير ما كنتش حتى شي حاجه، كنت يطلع لي الكوليسترول، عندي طونسيون. مشيت عند طبيب ديال القلب، قلت يعني نشوف الطونسيون فين وصلت داكشي، عطاني تحاليل يعني عادي. درت تحاليل، درت تحاليل لقيت كرياتين طالع 25. فين لقيت كنت كديري الحصص ديال تصفيه الدم؟ يعني حصص التصفيه ديال الدم اول مره مشيت لجمعيه امل. جيتي مباشره؟ مباشره جيت لجمعيه امل في جنان الزيتون. صافي بديت معاهم، ما لقيت حتى شي مشاكل. كاين العنايه يعني الطاقم الطبي كله زعما قايم بالواجب ديالو، يعني ما تنحسوش، نحسو يعني كاين الجانب الانساني، وحنا تنكونوا بحال عائله وحده، يعني ما بين الطبيب ما بين البنات اللي مقابلينا، ما بين يعني كلنا بحال عائله، يعني راه بحال اللي في يعني تيعطيوك واحد الاطمئنان. انني جيت في الاول جيت مخدوعه، ما كنتش ما كنت نحس يعني الدياليز هذه ملي جيت، يعني راه بحال في البيت ديالي، يعني مش نحس بحتى شي حاجه زعما اريكس في سميتو ديالي. الحمد لله الحمد لله، يعني تحسنت الوضعيه ديالي يعني وليت كنحس. باش تنصحي الناس اللي عندهم صحيحتهم؟ تنصح الناس اللي عندهم صحيحتهم حتى حافظ عليها، يعني زور الطبيب، دير تحاليل، يعني ماشي كيف انا قبل فتره الاول اللي تهاونت تاونت يعني بزاف الحوايج ديال النوعين. قلت كون زعما كون قوي الكلاوي ديالي خدامين داك الشيء، يعني هذوك الحوايج يعني ما نديرهمش. انت عندك الكلاوي بجوج؟ كلاوي بجوج. الله يجيب الشفاء. امين اللهم امين. في يوم 28 فبراير تم فتح او افتتاح مركز التصفيه الدم المحمديه، الحمد لله بدعم الشركاء ومبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة المحمدية في شخصي رئيسها. والحمد لله هذا المولود الجديد اللي هو 23 ثالث والعشرين من مراكز مؤسسة أمل منتشرة عبر التراب الوطني. الحمد لله أعطى الواقع ديالو عند الساكنة، فكان استقبال ما يقرب من 11 مريض، 8 منهم داروا الدياليز ديالهم في ظروف الحمد لله جد حسنة. وفرنا كل شيء الحمد لله، طبيب متخصص وممرضات وإداريين، والحمد لله المركز بدات الشغل ديالو، وإن شاء الله غيكون الحمد لله عنده نتائج كبيرة بالدعم ديال الشركاء ديالنا الموجودين في الإقليم، واللي الحمد لله بهم باش سرعنا الافتتاح ديال هذا المركز. والاستمرار ديالنا رغم الإكراهات لا المالية ولا النفسية، فهذا الشيء ما تيزيدنا إلا إصرار بفضل التشجيع ديال سيدنا الله ينصره الدائم ولا مشروط. فالحمد لله المؤسسة غادة في تصاعد، خاص الشركاء وزارة الصحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتوجهوا لنا ويعاونونا باش ما يطيحش هذا السرح اللي تبنى في ظروف الحمد لله وعلى يد سيدنا الله ينصرو اللي بارك باليدين الكريمتين هذه المشاريع ديالنا أكثر من زيارة. وكان التوجهات ديالو أننا نتوجهوا للضواحي ديال الضابطة ونبعدوا شوية نقربوا لهذا.
الخدمة من الساكنة اللي محتاجة والساكنة الهشة، والحمد لله رحنا ناجحين في هذه الخدمة. الحمد لله اليوم تم افتتاح مركز التصفية الدم التابع لمؤسسة الأمل اللي كينضاف للقاطرة ديال مؤسسة الأمل المعروفة بالتدعيم وتقوية قطاع الصحة في المملكة. مدينة المحمدية كانت جاها الوقت باش تستفد من هذا العمل ديال مؤسسة الأمل اللي مشكورة على رأس الحاج فوزي وكل الطاقم التمريضي والطبي من أجل واحد الطبقة هشة صحيا وماديا اللي هما مرضى القصور الكلوي اللي من غير الحصص تصفية الدم اللي كانت ثلاث حصص في الأسبوع كتستلزم واحد طاقة مادية أدوية اللي التكلفة ديالها المادية شوية قاصحة شوية مكلفة بالنسبة للطبقة المرضى. وكذلك التعب النفسي والجسدي ما شاء الله أربع ساعات ديال تصفية الدم ماشي سهلة على أي واحد، خصوصا بالنسبة هي طبقة هشة. دابا انتقلنا للصالة المختصة لتصفية الدم بالنسبة للأطفال اللي تما غيتمكنوا كجميع كافة المرضى من الاستفادة من حصص تصفية الدم في المركز ديالنا. غير بالنسبة للأطفال كنعرفوا أنهم طبقة اللي عندهم خصهم واحد المعاملة خاصة تصفية الدم ويتمكنوا أنهم يتحملوا لنا أربع ساعات، دونك كنديرهم في واحد الجو اللي ملائم وتوفير وسائل ديال التصفية فيما فيها القراءة، الألوان اللي كتظهر لنا الأطفال ديالنا. كذلك دابا الأطفال ولاو معتمدين على التكنولوجيا، دونك ما نسيناش هاد الديتاي وفرناه ليهم. كذلك الالعاب الالكترونيه باش غير الاطفال ديالنا يقوموا بالحصه ديالهم وهم حاسين انهم كيجيو عند واحد الطاقم تمريضي وطبي للهدف ديالهم هو السهر على الصحه ديالهم كامهات وكآباء.